Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan lagi dengan acara yang akan menampilkan peserta hafazan terbaik untuk mempersembahkan bacaan dan hafazannya. Sebelum itu dijemput kepada Hakim Fatih untuk mengambil tempat di platform Zoom ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik biar peserta diminta bersedia. Sila baca dengan tenang. Baik soalan yang pertama daripada juzuk yang pertama surah al-baqarah muka surat 10 ayat 69. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين سيلة سامبون mm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا. وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لاشية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ حسبك untuk soalan yang kedua daripada surah Yunus juzuk ke-11 ke, ke surah 216 ayat ke-69 <tuk> a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Qul inna al-lazina yaftaruna ala Allahi al-kathiba la yuflihun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم أمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ Soalan yang ketiga dan terakhir daripada Suratul Mu'minun Juzuk ke-18 muka surat 342 Sila baca awal surah Mu'minun hmm. Bismillahirrahmanirrahim Qad aflaha muminun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ قَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian tadi para penonton dan hadirin sekalian Kita telah diperdengarkan bacaan dan hafazan Daripada peserta ter haf hafazan terbaik Saudara Syahrul Hanifi bin Syahrul Yusri